عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة لمناقشة عامة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة أحال رئيس المجلس عددا من تقارير اللجان إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم تجاه ما ورد بها من توصيات، وشهدت الجلسة مناقشة الطلب المقدم من عدد من النواب حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر. يعد قطاع النقل من أهم القطاعات ومحور من أهم محاور التنمية الشاملة في مصر، خاصة التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، كذلك يعد من المشروعات التي تساعد على جذب الاستثمارات والتجارة. تقدم الدول يقاس بما توليه من أهمية خاصة بوسائل النقل، باعتبار أن قطاع النقل أحد أهم المحاور التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية. والدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وهي تعطي اهتمام خاص لمشروعات تطوير قطاع النقل في مصر. ومن جانبها أكدت الحكومة أن السياسة العامة لوزارة النقل تتمثل في تهيئة البنية التحتية فضلا عن البيئة التشريعية والتعاقدية إلى أقصى مدى لتأهيل المجال لدخول القطاع الخاص، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في ذلك بشكل كبير. في نهاية الجلسة أحال رئيس مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة ورد ممثلي الحكومة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل للدراسة وإعداد تقرير في هذا الشأن للعرض على المجلس.